كيك التفاح بالكراميل 3 كوب دقيق، 1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا، 1 ملعقة صغيرة قرفة، 1 ملعقة صغيرة ملح، 3 حب كبيرة بيض، 2 كوب سكر ناعم الحبيبات، 1.5 كوب زيت ذرة، 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة، 3 كوب تفاح مقطع مكعبات صغيرة، 1 كوب لوز شرائح، صلصة الكراميل، 1 كوب سكر بني غامق، 1.5 كوب زبدة، 1.5 كوب كريمة سائلة، و1.5 ملعقة صغيرة فانيليا. أبتدي في كاسرولة أحط الزبدة، أضيف إلى الزبدة السكر البني، هقلب تقليبة خفيفة. مجرد ما تدوب عندي الزبدة هتلاقوا السكر على طول داب معاها في منتهى السهولة. هضيف شوية فانيليا، حوالي ملعقة أو 1.5 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. أحرك تحريكة خفيفة خالص، ما بتحتاج منكم أي مجهود. هاي الصلصة هدوب بس أتأكد إنه الزبدة والسكر دابوا تماما. ابتدي أضيف أعزائي مقدار الكريمة، حسيب هلأ الصلصة على نار هادية شوي بضع دقائق لغاية ما تنطبخ مع بعضها وتصبح عندي أطيب صلصة كراميل. تجهيز كيكة التفاح كتير بسيط، هقشر التفاح وأقطع مكعبات صغيرة وأبتدي خطوتي بتجهيز خليط الطحين، مقدار الطحين، مقدار الملح وبيكربونات الصودا والقرفة. يبقى خليط الطحين عندي أصبح جاهز، هخليه على جنب. خطوتي الثانية، بثبت مضرب الشبك وأبتدي أضيف السكر، وحضيف الزيت، 3 حبات من البيض، حضيف حوالي ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، وخليط البيض حضيفه على الزبدة والسكر. بشغل الخلاط لحوالي 3 دقائق لغاية ما يندمج الخليط مع بعضه. حوقف الخلاط وأبتدي أعزائي أضيف خليط الطحين كل مرة واحدة. حضيف كمية التفاح وحضيف المكسرات على حسب الرغبة. حقلب خليط الكيك لغاية ما كله يندمج مع بعضه. في طبق الفرن أوزع كل خليط الكيك. كيك التفاح بدخلها الفرن على درجة حرارة 350، بتاخد حوالي 1/2 ساعة. أعزائي وصفة كتير لذيذة، ممكن تستمتعوا فيها بهذا الشكل أو إذا حبيتوا. حوزع صلصة الكراميل على كل طبق من الكيك، إذا حبيت حوزع مجرد شريحة من التفاح على كل قطعة، بتعطيني لوك جميل كلمسة ديكور، وبضع حبات من اللوز الشرائح. أتمنى وصفة كيكة التفاح مع صلصة الكراميل تكون عجبتكم، وتحية من مطبخ منال العالم. فضلاً لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.